نظم ملتقى النهضة الثقافي العربي جلسة حوارية بعنوان نحو استراتيجية إعلامية من أجل القضية الفلسطينية، بحضور 40 شخصية صحفية وإعلامية وفكرية وثقافية. وبين رئيس الملتقى باسل الطراونة أننا اليوم وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة يجب أن نلتفت إلى أهمية وجود استراتيجية إعلامية بشكل عام والجسم الإعلامي بشكل خاص. وأجمع المتحدثون على أن الإعلام أداة هامة للتأثير على الرأي العام، خاصة ونحن أمام جيل عربي يتقن صناعة الإعلام على جميع المستويات، لافتين إلى ضرورة وجود مرجعية معلوماتية وصولاً إلى وجود فريق إعلامي متخصص لديه كافة المعلومات الضرورية للرد السريع على أي معلومة صحفية جديدة. لقاءنا كملتقى نهضة عربي ثقافي ينبع من إحساسنا الوطني والواجبنا الوطني كأسرة ثقافية وإعلامية أن نعمل من أجل بناء استراتيجية عملية فعلية إعلامية وثقافية لخدمة وإسناد القضية الفلسطينية. اليوم بحضور 40 شخصية صحفية وإعلامية وثقافية وفكرية سيتحدثون عن مدى تطبيقات هذه الاستراتيجية بالقادم الأيام، وخصوصا ونحن وضعنا معايير لهذه الاستراتيجية من بينها إطار زمني لإنفاذها وتنفيذها، مصفوفة تسلسلية للبدء الفعلي لتنفيذ بنود الاستراتيجية التي اليوم ستكتمل بمداخلات وملاحظات وتمنيات الحضور الكريم.